فيشنج لود تشالنج. اوكي فكره والله فكره. تمام خلينا نسوي تحدي بس شو اسمه اخذ اسلحه السمك اللي اجيبها من بحيرات السمك يعني. يلا اوكي يا رب ما حد ينزل عندي عشان نجيب اي اسلحه من هنا. يلا اوكي بوت نزل هناك. اه كسر هذا اللي هنا. اي سلاح بالله بالله اي سلاح. يلا يو في واحد هنا الحين بيطلع السلاح بيجي بجلدني. في هنا كثير. اح ايش القفزة المعوقة هذه. حلو اخيرا. ممنوع اشيل اي اسلحة لو كانت من ثنارات السمك. فكرة والله. قلنا خلاص بس الجيم. جيجي اللي تحداني خلاص اعتبرني فايز. والله ايمي بيض. والله ايمي بيض يا شباب. ما عندي اي موارد الحمد لله. ممنوع اشيل اي لوت الا اذا كان من البحر. طلقات وكذا عادي يعني صح؟ عادي طلقات. ايوه خاف اشيل لوت بالغلط. يلا حلو. ايوه هذا. لا مو بوت هذا. مو بوت واضح. مسكين شفت حافة راسه والله. وذ اوكي كيف اجرب سنفور يمكن. هاي تعال. يو بكشيل كان يفيدني. خلصت. وين القارب هذا؟ العب على حساسية كم واحد تقصد يعني؟ اه فهمتك يعني شوي. وعندي منز كان فادتني والله. اح هذا كيف حط لي برمد من 20 كيلو طبعا. يا الله منز عنده بشيلهم. لازم اروح اصيد هيل يا شباب. هيل بدا يتعب.
بالله يو السنايبر بشيله اوكي طلع لي بام بس بخلي التاك معي اكيد ما عندي اسلحه يوهو والله في لوت حلو ترى والله يجي لوت مره شوف كيف اشياء يعني مو سهله يلا طلعت لي سمك على الاقل كبيرة بشكل 27 اللي بتجيني 24 ونص الحين رايح على السنتر ول 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 ما بقدر اخذ اي شيء من عنده يعني اقصد من لان شفت مدكت يو بطيح يا ليل يلا عادي عندي سمكتين كبار هي اللي برجع مية الحمد لله بس اخذ الموارد وطلقات يعني مدكت وها ما يمدي نشيلها طيب طيب حلوة هذه بعد السمجي حلوة هذه بشيله بشيله الحين ولا اسحب عليه ما عندي مكان والله تجيب لك اسلحة حلوة في البطولة يعني لو تاخذ معك سنارة شيء قوي طيب معي سمكتين فلبر الحمد لله أربعة يلا بالله بنسجية بنسجية يلا يلا سريع سريع قبل ما تسكر الزون ها 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 شال كل هيل اللي جمعته الحين بيسوي لي هولد يا سلام سلامات وصلت عندك انا يا صاحبي بشيله والله شوفوا كيف مغري يلا اوكي عادي ايش في الكل يغدر وانا ما اشوف حد طيب باكل سمك الحين كان عندي منز هنا بعد بس ما مديني وين في وين يا ربي كومبوت يا ربي كومبوت اكون خلصت التحدي اكيد اخر واحد بوت بس كلهم متربصين اسحب كلامي والله الله شو لسه توني اقول كلهم متربصين على طول والله مواردي ها وهنا وانا مغير عدداتي والله احس اني دايخ
احس الموضوع صعب وانا مغير عداداتي ماني قادر ابني. هذه الحركات هذه اللي تطيحني. طاح لابل. الله غبي والله ما سويت شيء حتى. هذه بارتك ذل من الخاطر والله. ايزي يا شباب ما سويت شيء انا حتى مره ايزي. ويت شوي ويت شوي يا شباب ثواني ثواني سريعه. علبة الكلينكس هذه يا شباب صادت الذبابة الملعونة اللي قعدت سنة كاملة. اوكي صادتها هذه مزوحة قدامي. بعد اسبوعين من العذاب مع الذبابة هذه ما ادري اذا هي نفسها ولا قاعد كل مرة تجيب لي وحدة ثانية. قدرت علبة الكلينكس هذه انها تصفعها اخيرا. كفو. لا 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 لا. اوه هذا تحت داخل سولو سكواد. ها شكلك ستريم سنايب. احس انك ستريم سنايب والله. بلعت برمد اسطوري. بلعت برمد وقف مكانه. والله حزنت عليه بعد البرمد. لا هولي هولي هولي